تبي تعرفون رأيي في موضوع شعيب؟ غدير أكبر مني يمكن بسنة، يعني سنة سنتين ما يزيد عن كذي، فأنا أعتبرها نفس العمر، ما في مشكلة. تبون نتحكى بموضوع شعيب؟ بالنسبة للي صار مع المنشد بدر، شوفوا أنا عندي أخطاء في شيء واحد، أخطأ إنه جرح الرجل وقال أنت تلبس تقليد وليش تشتري تقليد وليش ما تشتري الأصلية، هذا ما يدخله فيه، اسمحوا لي، هذا هني انت تجرح الضيف، يمكن الرجل عنده او ما عنده، يحب ولا ما يحب، هذا قرار، انا البس اصلي او تقليد، انت مالك احقية انك تحرجه، هاي خصوصيات، لما تجيب الضيف لا تهينه، ليش تحسس ان الضيف غلطة عمره انه جالك، هذا انا ضد، سواء ان شاء الله شعيب ولا غير شعيب، هالكلام الضيف كنا جاي بيتك، لا جاي بيتك تحشمه وياخذ واجبه لو هو اعدى اعدائك الى ان يمشي، له كل الحشيم وله كل الكرامه، لكن حكايه يعني يرحم صدام وهالكلام هذا، بقول لك الصراحة أنا معه، لأن إحنا يعني أنا لما قال أنا ما أدري إنه هو ذابح 100,000 من الأكراد، ليش وين مكتوط؟ أوكي لما قال تدري إنه هو سب الملك فهد الله يرحمه وغنم تروح الجنة، لا ما أعرف، زين يعني أنا بسأل سؤال، لا أخبار تشوف ولا يوتيوب تشوف ولا الدنيا تشوف ولا يدري وين الله، أنت ولا تدري وين الله قاطك، أوكي نحترم إن أنت ما ندري وين الله قاطك، ما عندنا مشكلة، أنت وفي آخرين، ثانك يو بلقيس، في آخرين من هذول الجهلة اللي يدشون بس رتويت رتويت رتويت، أنا بس معجب بشجاعته. بصدام معجب شنو؟ سفاح سفاح ظالم قليل أدب، ثانك يو ابو محمد، ثانك يو بلقيس، سفاح ذبح البشر، لا وحكاية انه والله هو مهجد الشيعة، نفس افهم اذا الله حرم قتل النفس الا بالحق، ما حط على عرق ولا على مذهب ولا على دين، حتى الكافر ما لك حقية تذبحه إلا بالحق، اللي يشوف اللي من اللي من يعني كل الأديان طالع، ما لك حقية، الله خلقه ما لك حقية إنك أنت تقرر تقتله، يوم القيامة انت تبعث هو يبعث هو ككافر وانت كمسلم قتلته من غير حق، انت راح تحاسب عليه، هذا نموذج لازم يطلع، ان انت شلون تسوي رتويت شيء انت تجهله، ما يصير، يعني شلون يعني اوكي ان لما الانسان يكون جاهل وما عنده القدر التعليمي الكافي وما عنده الثقافة الكافية ولا نحط على راسنا، ما عندنا مشكلة، بس لا تسوي تروج حق شيء انت تجهله، زين تدري ان صدام، تدري ان صدام هو وزبائنته اغتصبوا العراقيات، هو وعياله المسلمات،
العفيفات. الموحدين بالله بعد، مو ها مو عرض غريب، مو عرض عدو، لا عرض بنات بلده، اللي هو يعتبر يوم القيامة راح يبعث على إنه كان هذول تحت وصايته. زين، هذا بعد ما تحكي عن الأكراد. تدرون عشان موقف حسني مبارك اللي كان مع الكويت، تدري إنه قتل المصريين في العراق ودزهم حق مصر في توابيت حق حسني مبارك؟ موجود كل شيء، موجود على اليوتيوب. أشوف بس فاضين تشوفون أغاني ورقص وردح حق اللي يجهل، اللي يسوي الريتويتات هذه، كلهم انطردوا. أنا عندي السعودي أو غير السعودي، أنت الحين نفس بدر، أنت مو قاعد تمجد في صدام وشاي، وشلون تقارنه في شخص نفس الملك سلمان؟ يعني ما يصير، شخصيتين ما يمشون مع بعض. شلون؟ زين يعني هو أسد لأنه كان داخل على أمك وياب ولد زينة نفسك، أوكي؟ يعني أنا نفسي نفس بدر اللي قاعد يمجد، يسوي تويت إنه عاجبه شخصية صدام، أوكي أخذ الفيديو اللي صدام شتم فيه الملك فهد، نزله عندك في انستغرامك، ورني. نزله عندك، مو تعاجبك اللي شوف، لما تحب بني آدم يا تحبه كله على بعضه، لا اما ما تحب لي سطر وتخلي لي صدر سطر. اوكي، تدري ان قط صواريخ على السعودية؟ تدري ان قط صواريخ على البحرين؟ زي المصريين المسلمين هذول اللي انذبحوا وانقطوا راحوا يشتغلون في العراق وردهم على توابيت؟ فهذا اذا انتوا تبونا نتحكى، نطلع سوار وشعيب بكل شيء غلطان؟ لا مو كل شيء غلطان، غلطان ان اهان ضيفه. انه ما له حقيه يتحكى بلبسه ما لبسه وهالامور. يا حمار يا حمار، كلنا شفنا الفيديوهات، كنا نطالع اخبار، انت كنت لابس بامبرز يا حيوان اللي قاعد تتحكى. ثانك يو بلقيس، ثانك يو عائشة ثاني. خلاص انت مو عاجبك، انا نفسي عارف انت ما يصير. انا لما احب سفاح احبه كله على بعضه. ثانك يو بلقيس حياتي، ما تقصرين يا بلقيس. اي هو غلط، انا اقول لكم غلط، هلا حصة غلط، إنه هو سخر من اللي يلبسها بدر، إن الساعة تقليد أصلي، ما شنو شنو مالك حقية. إنزين، ثانيا أنت إذا شفت إن الأمور مو طيبة يا بدر وما طلعت عن المسار، ليش ما قمت؟ ما راح يلحقك بالكاميرا. فيعني اوكي، هذا غير اللي سواه هو وعياله، ثانك يو جوشه، غير اللي سواه هو وعياله بأعراض المسلمات العراقيات من اغتصاب
وهتك عرض وتعذيب وقتل، يعني ايش ذنب ايش ذنب ايش ذنب؟ ولده الوسخ عدي اللي كان يلبد عند مدارس الطالبات العراقيات، قام بغلطته، ومو بس غلطته غزا الكويت، 6000 غلطة عنده، اغتصاب زباينته وعياله حق بنات العراقيات، هذا أهم غلطة إنه يسكت عنها. ليش؟ هذا مو شرف ناس، مو عرض. خلي وريني إذا واحد اغتصب وحدة من حفيداته ولا اغتصب وحدة من بناته، إيش كان بيصير فيه؟ ليش الله ما راح يحاسبه؟ بيحاسبه إنك دريت سكت. ما في حد كان ببغداد ما يعرف إيش كان يسوي عدي صدام حسين، يلبد عند بيوت الطالبات في المدارس في أواخر المتوسط أوائل الثانوي، وياخذ له بنت يغتصبها بكر. ثانك يو لين. الصبح يذبحها عشان لا تروح عند أبوها، وبعدين تصير الأمور إنها تتأزم. يا هذا صوت مطر، عندنا مطر. اللي يقبل على عرض الناس لازم يقبل على أهل بيته نفس الشيء. اللي يرضى يغتصب إنه يغتصب بنات وأعراض الناس لازم يقبل إنه يغتصب، إنه يغتصبون بنته، أخته، أمه. ما في عرض أفضل من عرض، كلهم واحد. هذا دكتاتور، طاغوت من طواغيت الأرض، الله فك الناس منه. وللحين اللي قاعد يصير في العراق من مآسك اللي بسبت اللي سواه قبل ما يرحل. آمين يحصل. حقير كل من 16، راح ياب الإرهابيين من كل مكان في العالم. ياب الإرهابيين من كل مكان في العالم، من تنظيم القاعدة وخارج تنظيم القاعدة وغيره وغيره وغيره، قبل ما يدشون يسقطونه في 2003. ما تشوفون طولت حرب الشوارع في بغداد؟ بغداد طاحت بسرعة، فتح لأن الناس تبي ترتاح. الشعب العراقي، الجيش العراقي، لما يقولوا أو يقول لك الشيخ الجيش العراقي خان، الجيش العراقي ما خان، بس لاعت كبده، ما تقهر. جيش كل يوم موقفة على جبهة. إذا أنت قاعد تتفرج حق الناس اللي مجدونه، الناس تعبت داخل العراق. يوم موقفهم على الحدود مع إيران، إيران ما سوت له شيء، بغض النظر عن إن عندهم سياسات تقرف، أوكي؟ هو ترى اللي قلب عليهم. وترى على فكرة جبان، ترى لولا فلوس الخليج لو قفت وياه ترى كانت إيران يابت آخر العراق، وراح منه الفاو، واللي حرر الفاو جيش عربي. طبعا في، أنا ما أقول لك إن إيران القمل المقصوعة اللي ما تسوي شيء، لا بلاويها لهني، اوكي، بس انا قاعد حجة. هو اياميها اياميها هو اللي سبب الحرب، وما اقدر عليهم طق بكيماوي ودنيا، يعني الناس اللي ماتت. تدرون ايش كثر راح من العراق ومن ايران في الحرب هذه؟ مليون.
مليون. تدرون شنو مليون؟ تدرون؟ لا والله صدق صدق، تعرفون شنو مليون بشر؟ زين هذول ما عندهم أمهات، ما عندهم آباء، ما عندهم عيال، ما عندهم زوجات، يعني سواء هذه الأم إيرانية أم عراقية، هي جايبة عيالها حق الموت ولا تفرح فيهم؟ طبعا طبعا السرطان ينتشر مدام في كيماوي، كل شيء فيه شيء مو سليم مو طبيعي يسبب السرطان. يعني ايش ذنب الناس؟ زين اللي تيتموا بهالحرب، الله يلعن صدام ولا يرحمك، لا انت لا حي ولا ميت معه.